مرحبا واهلا وسهلا فيكم اصدقائي الحلوين، معكم انا الان سنور جبران. درسنا اليوم بعنوان صيدلي كارشلاش ترما، يعني مقارنه الاعداد. كارشلاش ترما يعني مقارنه. تعالوا نشوف كيف رح تكون مقارنه الاعداد. اول شيء في عندي انا هون عده ارقام، هن اوندرت اللي التا 62 63 45. مثل ما انا ملاحظين انه هدول الارقام مختلفين عن بعضهم، في منهم كبير في منهم صغير. طيب انا هدول الارقام اذا بدي صفهم من الاكبر الى الاصغر، بيوكتان كتشوي دورو سرالمك، من الاكبر الى الاصغر، شو اكبر رقم عندي موجود بيناتهم؟ اذا منلاحظ انه اكبر رقم هو 63. انا في عندي رقم تاني هو 62، ولكن 63 اكبر. رح بلش ب 63، حطيته هون واحد. مين بعده بيجيني بالمرتبة الثانية؟ كمان بيجيني 62، حطيته بعده 62. ضل عندي انا كركبيش، ضل عندي اللي قالت، ضل عندي اوندورت. فبالتالي يلي اصغر من 63 في عندي اللي قالت، حطيت اللي قالت، ضل عندي كركبيش واوندورت. مين اللي اكبر بيناتهم؟ صحيح الكركبيش هو اللي اكبر، حطيت الكركبيش واخر شي حطيت الاوندورت. وهيك بنكون هون نحنا صفيناهم بيوكتان كتشوي من الكبير الى الصغير. تعالوا نشوف. طيب عندي ارقام تانين، اوتوز بير، اوتوز، اوتوز دوكوز، اوتوز يده، اوتوز يكي. لاحظتوا معي انه هون كل الارقام هي من مشتقات الاوتوز، يعني عندي انا اوتوز وعم عم عد فيه، يعني 31 32، بنفس الثلاثينات نفسهم بالاوتوزلار انا عم يكون في عندي اختلاف. هدول الارقام اللي عطيني اياهم بالاوتوزلار بالثلاثينات كوتشوكتن بيوي دورو سراليور. طيب تعالوا نعمل هالمرة ترتيب من الاصغر الى الاكبر. شو اصغر رقم بين هدول الارقام الموجودين برأيكم؟ صحيح اصغر رقم هو الاوتوز، لهيك بلشت انا اول شي بالاوتوز. اللي اكبر منه مباشرة بيجي بعد الاوتوز مباشرة شو؟ عندي اوتوز بير. صحيح اوتوز بير، حطيت الاوتوز بير، بعده ضل عندي اوتوز دوكوز، اوتوز يده، اوتوز يكي، صار عندي الاوتوز يكي، بعده اوتوز يده، بعده اوتوز دوكوز. بهذا الشكل بنكون نحنا حطينا اوتوز، اوتوز بير، اوتوز يكي، اوتوز يده، اوتوز دوكوز. هيك نحنا بنكون رتبناهم وصفيناهم. طيب تعالوا بدنا نتعلم اشارات. شو هن هدول الاشارات؟ في عندي اشارة اسمها كوتشوكتور، في عندي اشارة اسمها بيوكتور، في عندي اشارة اسمها ايشيتر. تعالوا نعيد هدول الاشارات. كوتشوكتور يعني اصغر وهي الاشارة تبعيتها، بيوكتور يعني اكبر وهي الاشارة تبعيتها، ايشيتر يعني يساوي وهي الاشارة تبعيتها. نعيدهم. كوتشوكتور تم لهاي الناحية، بيكتر لهاي الناحية، إيش التر يعني يساوي. مثال عندي هون، عندي أنا إكيوز يرمي دورت وعندي إتشوز أومبيش. إذا لاحظنا هون إكيوز هون إتشوز، فبالتالي إكيوز يرمي دورت كتشكتر إتشوز أومبيش. طلعوا 224 224 315 تان كوتشكتور، هي أصغر. عندي مثلا هذا المثال الثاني، عندي هون يوز وعندي هون يوز، هي هون يوز 63 يوز 21، طبيعي ال 60 دها بيوك، او زمان يوز 63 يوز 21 دان بيوكتور. آخر مثال معي هو 300 و300، فبالتالي هن متساويين، لهيك 300 300 إشتر.
الـ300 تساوي الـ300. وهون في أمثلة كمان فينكم تقرأوها وتقارنوا بين بعضهم هدول الأرقام، مثل ما نحن قارنا بالأمثلة اللي هون. طبعا هون لازم نلاحظ شغلة، إنه أول مثال هي عن الكيبا سمكلة دوال سايلر، عن الأعداد الطبيعية المكونة من رقمين، وعن الأوجبا سمكلة هي بالسؤال الثاني الأعداد الطبيعية المكونة من 3 أرقام. بعدين رح نشوف شيء تاني يلي هي يوزلار بصمة، يوزلار بصمة أينو أولان أوجبا سمكلة دوال سايلر كارشلاشترلم. تعالوا هلأ نتعلم كيف بدنا نقارن بين الأعداد الطبيعية المكونة من 3 مراتب، ولكن مرتبة المئات فيها متساوية. يوزلار بصمة أينا، مثلا عندي سكيز يوز 65، عندي سكيز يوز أوتو زيادة. مثل ما لاحظنا أنه اليوزلار سكيز يوز هون نفس السكيز يوز هون، فأنا ما فيني قارن بيناتهم، فلازم طلع على المرتبة الثانية يلي هي الأونلار 60 أوتوز. برأيكم مين الأكبر، 60 ولا أوتوز؟ أكيد 60. لهيك كانت عندي إشارة بيكتر. لاحظوا معي أنه الإشارة دائما بيكون تم مفتوح على الرقم الأكبر. إذا كان عندي الرقم الأكبر هون فرح يكون الرقم مفتوح لهي الجهة الإشارة، إذا كان عندي الرقم الأكبر من هاي الجهة الإشارة رح يكون مفتوح تم لعنده. دائما الإشارة رح يكون تم مفتوح على الرقم الكبير، ولكن القراءة تبعتها بتختلف. مثلا هون إذا بدي أقرأ أنا هاي العملية بقول سكيز يوز أطمش بيش سكيز يوز أوتو زيادة دان بيكتر، هو أكبر. تعالوا نشوف هاد، يوز يرمي سكيز، يوز أوتو زيادة، اثنيناتهم بيبدأوا بيوز، فبالتالي رح نطلع نحن على الأونلار على العشرات. أونلار عندي هون يرمي، هون عندي أوتوز، مين الأكبر؟ الأوتوز أكيد هي اللي أكبر، فبالتالي الإشارة مثل ما ملاحظين تم مفتوحة الرقم الأكبر. إذا بدي أقرأه شو رح أقول؟ رح أقول يوز يرمي سكيز، يوز أوتوز يديدان كتشكتر، هي أصغر من 137. وعلى نفس المبدأ عندي باقي الأمثلة هون، فيكم كمان تشوفوها لحالكم. تعالوا نشوف المرحلة الرابعة يلي هي عم تقول فيها عندي اليوزلار بصمة دي أونلار بصمة أينا. عندي فقرة المئات، مرتبة المئات ومرتبة العشرات متساويين، فأنا بهالحالة شو لازم أعمل؟ خلينا نشوف مع بعضنا مثال. يدي يوز أطمش إكي، يدي يوز أطمش. مثل ما أنا شايفين أنه هون بلش عندي يديوز يديوز، أنا قلت إذا كان المئات متساويين شو بعمل؟ بطلع على العشرات، بطلع على الأونلار، أونلار أطمش، هون كمان أطمش، ما استفد شي، كمان لساتهم لحد هلأ متساويين. فوين بطلع هلأ أنا؟ بطلع على البيرلار، بيرلار عندي هون إكي، هون عندي صفر. برأيكم مين أكبر، الإكي ولا الصفر؟ أكيد الإكي، برافو عليكم. فبالتالي مين هو الرقم الأكبر؟ يديوز أطمش إكي، يديوز أطمش تن بيوكتر، حطيت إشارة بيوك. طيب ونفس المبدأ كمان عندي أمثلة تانية فينكم تقرأوها كلياتها وتشوفوها. طيب أنا إذا عندي هلأ أكتر من رقم، ما بس رقمين أنا رح قارنهم ببعضه، رح يكون عندي عدة أرقام ورح قارنها ببعضه. مثلا خلينا نشوف السؤال السادس أو المثال السادس يلي عم يقول لي أشادا فيريلان سايلر كوتشوكتان بيو دورو سيمبول كولنرك سر الليالم. خلينا نرتب الأعداد من الصغير إلى الكبير كوتشوكتان بيو. مثلا عندي أنا أول رقم 354 يوز أوتوزيكي 270. أنا إذا بدي رتب هدول الأعداد أول شغلة شو لازم طلع على وين؟ لازم طلع على اليوزلار بصمة. طبعا طلعت على اليوزلار بصمة، عندي هون اتشوز، عندي هون يوز، هون عندي يرمي اكيوز برضو، فبالتالي مين أصغر واحد لأنه هو طالب مني من الصغير إلى الكبير كتشوكتان بيوه
يعني من الصغير إلى الكبير. مين أصغر واحد بيناتهم؟ يلي بيبدأ برقم بير، واحد. فبالتالي أصغر واحد هو 132. كوتشكتور بما قاله عم بيقول لي سيمبول كولنارك وأنا بدي استخدم الإشارات، فرحلت إشارة كوتشكتور. مين يعني اللي أكبر من اليوز أوتوزيكي مباشرة؟ إكيوز. إكيوز يتمش، كمان بحط إشارة كوتشكتور. آخر رقم عندي أوتشوز اللي دورت. بهالشكل هاد رتبنا من الصغير إلى الكبير كوتشكتان بيوه. تعالوا شوف هذا الثاني، بالسطر الثاني شو عندي. عندي اوتشوز بيش، اوتشوز بيش، اوتشوز كرك، اوتشوز اونسكيز، اوتشوز 72. مين اصغر واحد بيناتهم؟ اذا لاحظنا هون انه هاي الارقام اللي عندي اياها كلياتها متساويه بمرتبه اليوزدار بصمه، كلياتها بتبدا ب اوتش اوتشوز. فبالتالي نحن راح نطلع على أونلار بصمة للكل، رح نطلع للأونلار. تعالوا نشوف مرة تانية شو في عندي بالأونلار. صفر دورت بير يد، أكيد عرفتوا الترتيب وأنا عم بقرأ لكم الأرقام. أصغر واحد بيناتهم يلي بيكون الأونلار تبع صفر، فبالتالي أوتشوز بيش، يلي أكبر منا مباشرة هي أوتشوز أونسكيز، بعدين اتشوز كرك، بعدين اتشوز يتمش اكي. بهذا الشكل بنكون كتبناهن مع استخدام الاشارات يلي هنن كوتشك. اخر مثال رح اترك لكم اياه تشوفوه لحالكم ورح ننتقل لحل الاسئله. تشالشالله يعني الاسئله اللي احنا رح نحلها. الشاطئ سيلرن ارسنا büyüktür, küçüktür eşittir sembollerinden uygun olanı yazınız. رح نستخدم يا أكبر يا أصغر يا يساوي. طيب أول رقم عندي 905 905. برأيكم هون شو لازم الإشارة تكون؟ أكيد إشتر، لأنه 905 نفسها 905 فهي متساوية، فبالتالي إشتر. 592 483. بهيك حالة لوين منطلع؟ منطلع على أول رقم يلي هو اليوزلار بصمة. عندي ببلش هون خمسة يعني بيش، هون دورت. مين اللي أكبر، بيش ولا دورت؟ أكيد بيش. فبالتالي الإشارة اللي رح نكتبها رح يكون تمها مفتوح لحد البيشوز دوكسان إكي. آخر رقم يلي هو أوتشوز أون دورت، أوتشوز كبير، أوتشوز أوتشوز، اثنيناتهم أوتشوز، رقمين فيهم يوزلار بصمة متساويات، فبالتالي وين منطلع؟ منطلع على الأونلار بصمة. هون عندي إياها بير، هون عندي إياها دورت، مين الأكبر؟ أكيد الدورت، رح نكتب الإشارة باتجاه الرقم الأكبر. هيك بكون حلينا هذا السؤال بهذا الشكل. تعالوا نشوف مع بعضنا السؤال الثاني اللي عم يقول لي aşağıda boş bırakılan yerlere uygun olan en küçük doğal sayı yazınız. بالمكان يلي موجود هون بالفراغ رح نكتب أصغر رقم طبيعي. شو يعني أصغر رقم طبيعي؟ يعني مثلا شوفوا هون عندي 256. 256 هي رقم لأصغر من رقم تاني. شو هو أصغر رقم بقدر حطه أنا هون؟ بيكون هاد يلي عندي هو أصغر منه. يعني مثلا بدنا نفهمه بهاي الطريقة، عندي الإكيوز اللي ألت أصغر من الإكيوز اللي يدي مثلا، تمام؟ اللي إكيوز اللي يدي هو أصغر رقم طبيعي وغيره في أرقام تانية. يعني مثلا فيني أنا أقول إكيوز اللي ألت أصغر من البيشوز، أصغر من البين، أصغر من الألتيوز، أصغر من السكيزيوز، بس هو بدهم أصغر رقم رح يكون هو هذا الإكيوز اللي ألت هو أصغر منه مباشرة.
يعني أنا راح أكتب أول رقم هو أصغر منه مباشرة، يعني اللي هو أكبر منه بواحد فقط. مثل ما لنا شايفين قدامنا إليوز إكيوز إليس يدا. طيب تعالوا نشوف هذا الرقم يلي هو يديوز سكيز. يديوز سكيز شو الرقم يلي هو أصغر منه مباشرة؟ شو تعلمنا؟ رح نضيف واحد فقط على هذا الرقم، يعني رح يصير عندي يديوز دوكوز. ونفس الشيء بالنسبة للرقم اتشوز سيكسان دوكوز، شو هو الرقم يلي رح يكون أصغر منه؟ يعني هو رح يكون أصغر منه مباشرة، اتشوز دوكسان. خلينا نرجع نطلع مع بعضنا مثل اللي كتبناه من شوي. منلاحظ أنه الأوتشوز سيكسان دوكوز أصغر من الأوتشوز دوكسان مباشرة، يديوز سيكيس أصغر من اليديوز دوكوز مباشرة، بيناتهم فرق واحد فقط، رقم واحد فقط. طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعده هو عكسه. أشهد أبوش براكلان يرلري ويكون أولان إن بيوك دوال سي يزنس. ليش هالمرة قالوا بدون الأن بيوك دوال سي أكبر رقم طبيعي؟ لأنه هي عندي أنا إشارة بيوكتر. إذا لاحظنا بالسؤال اللي قبله كان عندي إشارة كتشكتر، فبالتالي بما أنه في عندي إشارة بيوكتر راح أحط أنا رقم أصغر منه. شو الرقم الأصغر منه؟ نفس الطريقة تماما، راح يكون عندي الفرق بيناتهم رقم واحد فقط، بس ننزل بنزول، ما رح نطلع بطلوع مثل من شوي، رح ننقص واحد ما رح نضيف واحد. اتشوز اطمش اكي، شو الرقم يلي هو اكبر من مين؟ اكبر ممكن يكون اكبر من الاكيوز، اكبر من البيريوز، اكبر من الالي، اكبر من اليرمي، ولكن هنون بدهم اكبر رقم بقدر وصل له. ومع هيك صح انا اكبر رقم بقدر وصل له، بس هو بنفس الوقت رح يكون اصغر من الاتشوز اطمش اكي. مثل ما قلنا هو الاتشوز اطمش بير، ليش؟ لاني انا بطلع هون وبنقص منه واحد، فبتكون عندي الرقم اتشوز اطمش بير. ونفس الشيء بالنسبة لليوز اونيكي وللاكيوز اطمش دوكوز، كمان رح نقص واحد واحد، رح طلع من هون ومن هون. هيك بنكون حلينا للسؤال. رح ننزل ونشوف السؤال اللي بعده مثل المثال اللي حليناه من شوي. رح اترك لكم اياه انتو تحلوه لحالكم. رح نشوف السؤال الاخير اللي عم يقول لي في عندي بالونات مكتوب عليهم ارقام، في عندي ثلاث اسئله بخصوص هاي الارقام. اول سؤال عم بيقول لي بير بيرين دان فارتلو اتش بصمكلو بيج دوال سيزنز. بدي انا خمسة ارقام طبيعية او ارقام صحيحة مكونة من ثلاث مراتب ومختلفة عن بعضها البعض. من هدول الارقام كيف تقدروا تعطوني خمس ارقام طبيعية مكونة من ثلاث مراتب؟ يعني مثلا اكيوز اللي دورت، التيوز اوتوزيكي، سكيزيوز كركيكي. شايفين كيف بقدر انا طالع ارقام من هدول؟ حط التيوز سكسان بيش اتشوز يرمي التا. شايفين الطريقة اللي بقدر انا الف فيها قد ما بدي ارقام مختلفة عن بعض البعض. طيب السؤال الثاني عم بيقول لي يازدانس هيلاري الارقام يلي انتو كتبتوها، خمس ارقام يلي حطيتوها هون بدي اياكم ترتبوا لي اياها. هيدا الرقم شو، هاي الاشارة شو كانت؟ هيدا السمبول بيكتر، يعني انا رح بلش من الرقم الكبير وانا نازلة هيك لحتى وصل لأصغر رقم، يعني تنازليا من الكبير الى الصغير. طيب عم بيقول لي مرة تانية كمان رجعي رتبيهم، بس ولكن شو عندي السيمبول يلي هون كتشكتر، فبالتالي رح نمشي نحنا من الرقم الصغير ونحنا عم نطلع بطلوع بطلوع حتى وصل لأكبر رقم لازم حطه هون، أكبر رقم لازم يكون موجود هون. عرفنا كيف رح يكون؟ كمان هذا السؤال رح أترك لكم إياه بعد ما شرحت لكم إياه. بتمنى تكونوا فهمتوا كل شي لهون. مع السلامة، باي باي.